لك تصغي لعلك تصغي ساعة وأقول لقد غاب وحش بيننا لقد غاب وحش بيننا وعدول وفي النفس حاجات إليك كثيرة وفي النفس حاجات إليك كثيرة أرى الشرح فيها أرى الشرح فيها والحديث يقول تعالى فما بيني وبينك ثالث تعال فما بيني وبينك ثالث فيذكر كل شجوه ويقول وإياك وإياك من نشر الحديث وإياك من نشر الحديث فإنني به عن جميع العالمين بخيل.